شايف جمال النور، جمال الحياة، جمال الطبيعة، بعد الظلام نور على نور، وبضدها تعرف الأشياء. لما المتعة تخرج من عمق الألم، والنور يخرج من عمق الظلام، والخير يخرج من عمق الشر، والعدل يخرج من عمق الظلم، والرحمة تأتي من عمق الضعف. من أجل الآتي، من أجل الآتي، اليوم للكل يجن في التغيير. نحن بأنتن وأنتم، نحن بأنتن وأنتم، كلنا بكبير وصغير. مجهودات تتوالى، مشوار سهل، لا لا لا، لن يخلو من عثرات بشر، تلك طبيعتنا. أخطاء ستعلمنا لنحسن ما هو آت. فاسأل نفسك واطرح سين، ما دورك في التحسين، ما دورك في التحسين. فاسأل نفسك واطرح سين، ما دورك في التحسين، ما دورك في التحسين. ما نفعله ليس بحلم أو تنظير، انظر حولك التحسين، ما دورك في التحسين. من أجل الآتي. سين سؤال، إحنا فين؟ يا أهلا وسهلا. التعدين، رحلة التعدين تبدأ من المناجم. عندنا فوسفات في السعودية؟ مش كثير. مش كثير. في فوسفات في السعودية؟ فيه. لأني سألت. لا بس لأني مش حسأل لو ما فيش، صح؟ نشوف رحلة الفوسفات في وعد الشمال. تم دراسة السعودية من شمالها جنوبها من شرقها لغربها، وخلال هذه الدراسات تحدد فين أماكن تركيز بعض الخامات المعدنية. اكتشف أن الفوسفات كان في منطقة الحدود الشمالية. بدأت الشركة أعمال الحفر والتنقيب، استكشفنا ما يعادل 1,400,000,000 طن من خام الفوسفات في السعودية. هذا يمثل 7% من احتياط الفوسفات في العالم. طبعا في شيء يسموه حزام الفوسفات، فوسفيت بيلت، يعني الفوسفات موجود من المغرب مرورا بكل البلاد على نفس الحزام ده الى الصين. كل هذه المنطقه فيها يعني ثراء من منتج الفوسفات. خلاص اكشن اكشن ان شاء الله. ايش حيصير دحين؟ يبدا عندنا، حيكون عندنا عد تنازلي، وبعدين ان شاء الله يبدا التفجير. 5 4 3 2 1. يا ساتر يا ساتر، هزت الأرض. صحيح. وهذه المرحلة الأولى، هذه المرحلة الأولى في عملية التشغيل في المنجم. هذه مرحلة التحميل، مرحلة تحميل خام الفوسفات للطبقة الثانية في منجم الخبرة. طب فهذا دحين حجر الفوسفات هو هذا الفوسفات؟ إيه نعم. طيب ممكن أحمل معاكم عشان يكون لي يعني مساهمة في إنتاج الفوسفات الوطني. الله يحييك، تفضل معنا. Hello. Hola. How are you? So yo entiendo muy poco español. Okay. Habla lentamente. ¿Tienes fosfato mucho en Portugal? Portugal. 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 Fosfato no. Cobre.
كوبري. كوبري عندهم نحاس. موتشو فوسفاتو. أكيد. جود جود. جود. موي بيان. موي بيان فوسفاتو. طبعاً إيش الموضوع؟ الموضوع إنه أنا من كذا شهر من ضمن الأمور اللي بحاول أسويها لأول مرة كنت بدأت أتعلم أسباني بس ما كملت، فختمت كل اللي حافظه في الأسباني معه في الخمسة دقائق دي مع سينور إريكي. مدينة كاملة تم تأسيسها، يعني مدينة وعد الشمال، هذا كله كان صحراء. بعد مرحلة التكسير حجارة الفوسفات هذه بتروح على الكونفير بيلت ده، هذا طوله 14 كيلومتر، يروح لمصنع المرحلة الأولى. بعد ما يخلص المنتج الأولي هنا في وعد الشمال يتم نقل المواد إلى رأس الخيط. وخلينا نشوف متى حيخلص. دقيقتين. رحلة طولها تقريباً 1500 كيلومتر، تنقل أكثر من 6500 طن من المواد. المنطقة كلها تطورت بسبب مشروع التعدين اللي هنا، يعني لما نشوف المدن المجاورة طريف عرعر كلها صار فيها حراك اقتصادي آخر 3-4 سنوات. رحلات الطيران للمطار في طريف زادت، عدد المطاعم، عدد محطات الوقود، عدد الفنادق. فالتعدين أثر واضح على التوظيف، على تحسين الوضع المعيشي في المناطق المجاورة. أخيراً، يا أهلاً وسهلاً. هذا أخذ يلا 12 دقيقة، فهذا القطار بطوله كله حيروح إلى رأس الخير. إيش بيحصل في رأس الخير؟ هذا اللي حنشوفه فين في رأس الخير. هذه هنا نقطة الالتقاء من القطار اللي جاي من الشمال، أول نقطة التقاء بين رأس الخير والشمال. هذا الكونفير بلت أو الحزام الصناعي ينقل الخام إلى داخل المصنع. إحنا نستقبل سنوياً تقريباً 6 مليون طن فوسفات. 6 مليون طن؟ 6 مليون كلها طن جاي من سنوياً الشمال. نعم جاي من الشمال. أول مرة في حياتي أشوف الكمية دي من الفوسفات. تخيل المخزن ده فيه 100,000 طن من الفوسفات، يعني 100 مليون كيلو. إيش أهمية إيش المخرج النهائي الفوسفات؟ يعني أنا إيش أستفيد منه كبلد إنه سويت البروسس ده؟ إيش طلع لي في النهاية وإيش استفدت؟ طبعًا هذا هو المنتج النهائي. فهذا سماد. هذا السماد النهائي. هذا اللي مستخدم لتغذية البشر. صحيح. حول العالم. حول العالم. ما هي الصناعات التحويلية؟ الصناعات التحويلية فكرتها أنه عندك معادن تحت الأرض، إما أنك تستخرجها وتبيعها خام زي ما هي، أو تحولها، يعني تصنع منها منتج نهائي وتبيع المنتج النهائي ده. فسفور الطن لو بعته خام قيمته 62 دولار، إذا سويت منه سماد تصير قيمة الطن 380 دولار، إذا سويت منه حامض فسفوريك تصير قيمته 600 دولار. البوكسايت إذا بعته خام الطن قيمته 45 دولار، إذا أنتجت منه المنتج النهائي اللي هو الألومنيوم وبعته كمنتج نهائي ممكن يوصل إلى 2000 دولار، فأنت ضاعفت قيمته أكثر من 20 ضعف. وهذا مثال قريب له فكرة صناعات البتروكيميكلز. برميل البترول إذا حتبيعه خام حتبيعه بحسب سعر السوق 50-60-70 دولار، إذا حولته إلى عن طريق صناعة البتروكيماويات إلى منتج نهائي ممكن البرميل ده نفسه تبيعه ب1200 دولار، فأنت ضاعفت قيمة المنتج بأنه حولته إلى صناعة وإلى منتج نهائي. نفس اللي سويناه في صناعة البتروكيميكلز، الهدف أنه يصير يتسوى في الألومنيوم، في الفسفور، في النحاس، في الزنك، في النيكل، في كل المعادن، بدل ما تتباع خام تصنع وتتباع كمنتجات نهائية تصدر للعالم. يعني السماد اللي بيطلع من الفوسفور هذا قاعد يصدر إلى عشرات الدول وقاعد يساهم في تغذية أكثر من نصف بليون إنسان حول العالم من الفوسفور اللي طالع من السعودية.
يروح للهند، البرازيل، أستراليا، باكستان، بنغلاديش، أمريكا، كله من هنا طالع. كله من هنا طالع 6 مليون طن عن طريق البحر. الأول بلدنا كان يصدر طاقة، يساهم في الطاقة في العالم. الآن ما شاء الله تبارك الله يساهم في الطاقة ويساهم في الغذاء للعالم. كل ده من حتة الفسفور ده، تخيلوا. إذا قسمنا خريطة السعودية لقسمين، الجانب الشرقي طبعاً فيه البترول المعروف اللي استفدنا منه سنين، ولكن الجانب الغربي في منطقة اسمها الدرع العربي، مساحتها أكثر من 600,000 كيلومتر مربع، مساحة تساوي بريطانيا زائد إيطاليا زائد إيرلندا مجتمعين. هذه المنطقة فيها كمية من المعادن زي الفوسفات، البوكسايت، الحديد، الزنك، النحاس، أكثر من 48 معدن تم اكتشافه في هذه المنطقة. قيمة المخزون المعدني اللي موجودة في هذه المنطقة تقريباً 5 تريليون ريال، ما استثمرنا إلا 5% فقط منها إلى اليوم. السعودية اليوم ترتيبها رقم 13 عالمياً من حيث وفرة المعادن. تخيلوا أنه تم اكتشاف أكثر من 5,000 موقع كلها فيها معادن ثمينة للبلد. قطاع التعدين اليوم يقدم 64 مليار ريال للناتج المحلي. الهدف أنه بعد 10 سنوات هذا الرقم يصبح 240 مليار. أيضاً من ضمن الأهداف أنه نصبح من الثلاثة أوائل في إنتاج الفوسفات، من 10 أوائل في إنتاج الألومنيوم، ونضاعف إنتاج الذهب 10 أضعاف. طبعاً أكبر دولة عربية منتجة للفسفور لبنان. لا، روح آخر اليسار، غرب. مصر. لا. الأردن. الأردن ثاني على دولة الأردن حالياً، هي والسعودية يعني صاروا يعني ها يقربوا على بعض كده وفي تنافس بينهم، بس في واحدة هناك. المشكلة جالسة أشوف الخريطة قدام اسمها الخليج العربي. حلو. العراق. أوكي. السعودية. لا. تعرفني على أستاذ الجغرافيا حقك، أديني رقم تليفونه. ليبيا. قريب بس لا، غرب اللي عندهم الكسكسي. المغرب. أهلاً وسهلاً. المغرب هي ثاني أكبر منتج في العالم بعد الصين، وبالتالي عندنا أمثلة ونماذج ناجحة في العالم العربي لاستثمار المعادن. وهذا أهمية مشروع رأس الخير، اللي هو يأخذ المعادن اللي الله أنعم بها علينا بدون جهد مننا تحت الأرض، نصنعها بدل ما نبيعها خام، نصنع منها منتجات وبعدين نبيعها. إحنا ورانا جبل والجبال كتير، وسبحان الله الجبال دي فيها ثروات، فإحنا هنا في جبل مهد الذهب في أمارة المدينة المنورة، اللي كنا ندرس زمان في الجغرافيا. أظن كانت مادة جغرافيا رابعة ابتدائي. سمعنا أنه حيصير فيه أكشن وكذا، وحندخل وحنشوف الذهب بإذن الله، وحتدونا سبايك. الآن نحن متجهين للمنجم. المعلومية أن نحن الآن 1060 متر فوق سطح البحر. مفترق طرق يمين ولا يسار ولا طوالي؟ والله شوارع هذه هنا يمين ويسار. هنا في منطقة تروح للساوث. إحنا الحين راح إلى النور. حفر اللي صارت في منجم معهد الذهب تتعدى 100 كيلومتر مربع. من الطرق جوا الجبل. من الطرق داخل الجبل. فإحنا دحين مدينة داخل الجبل. اسم المنطقة، اسم الحي، اسم الحي، أحياء وشوارع. هذه غرفة اللجوء، في حال لا سمح الله صارت مشكلة برا في المنجم لأي سبب كان يلجأوا إليها. فهذه غرفة 9-8 أشخاص، طبعاً لما يقفلوا الباب خلاص، حتى لو ما في أكسجين تكفيهم لمدة 5 أيام، مزودة بأكل وفي جهاز إعادة تدوير الهواء، طبعاً إضاءة، فيها صفارة الإنذار، جهاز لاسلكي، وفي تليفون للتواصل مع المكتب إلى أن يتم يعني إنقاذهم أو علاج المشكلة. حتى لدرجة في حمام، يعني لو صار انفجار بالأطنان فوقها حجارة أو شيء تصمت. غرفة اللجوء، الله يسلم الجميع. طبعاً مهد الذهب ليس فقط ذهب، طلع فيه شيء غير الذهب. مهد الذهب إيش بيطلع؟ ذهب. بيطلع شيء غير الذهب كمان. ايش تتوقعي بيطلع كمان غير الذهب؟ في ذهب. في ذهب صح، بس ايش في كمان؟ فضه. بالضبط. معلومه برضه جديده، وبرضه معلومه جديده لي. ما شاء الله، كل المعلومات جديده لك ولي. اولا قالوا لنا انه دائما ذهب معناه في فضه جنب بعض، اولاد عم دائما متجاورين، ففي يوجد هنا ذهب، يوجد فضه،
يوجد نحاس. ليه الذهب أثمن من الفضة؟ لأنه الذهب أندر من الفضة. ففي مهد الذهب هنا النسبة بين الذهب والفضة 1:8 تقريبا أو 10. المعادن موجودة في كل شيء في حياتنا، من أول ما نصحى من النوم، السرير مصنوع من الفولاذ، ندخل الحمام، الأرض من الرخام والبورسلين، المراية من الفضة والسيليكا، معجون الأسنان حتى من ملح الفوسفات. لما نفطر، علبة التونة هذه مصنوعة من الألومنيوم اللي هو أصلا من البوكسايت، الملعقة من الكروم والنيكل، حتى الخس والخضروات تحتاج سماد فيه فوسفات، بوتاسيوم، مغنيسيوم، حتى الجوال عشرات المعادن داخلة في الجوال، نحاس وذهب وفضة وغيرها. السيارة فيها حديد، مشتقات البترول، الشارع اللي بنمشي عليه مصنوع من الأسفلت. لما توصل المكتب وتوصل المبنى وتركب الأسانسير، هذا الأسانسير بيستخدم كيبلز من النحاس والفولاذ. وأخيراً توصل المكتب، اللابتوب اللي هتشتغل عليه مصنوع من نيكل وزنك وذهب وفضة ونحاس، كل هذه معادن بدونها ما كان فيه لابتوب. كوب القهوة من الطين والسيليكا. تحية لكل المعادن اللي سهلت حياتنا. ما عمري دخلت بيتي وتأملت وشفت إنه كل شيء حولي من نتاج الأرض، مو جاي من المصانع اللي اخترعوها البشر. البشر بس استثمروا وجود هذه الخيرات اللي موجودة في الأرض. دائما يقول لك إذا الشيء ما هو نبات ولا حيوان فهو معدن. بالتالي بدون المعادن ما في حياة. النباتات هذه اللي بتغذى بدون المغنيسيوم والبوتاسيوم والمعادن اللي في التربة كيف حتنمو؟ والحيوانات قاعدة تأكل من النباتات، فهي دورة ترجع تلف 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 تلف، ولا يستغني الإنسان عن شبر من الأرض. هذا يوم يسجل للتاريخ. أسرع فقرة تجهز تصويرياً في أقل من دقيقتين أتجهزه. شوف شوف الفريق شوف. طبعاً ليش أتجهزه في أقل من دقيقتين؟ لأنه إحنا في مكان ذهب، ورانا ذهب. الجبل ضخم، كيف يعرفوا فين يحفروا فين يفجروا فين يشتغلوا؟ شايفين العروق دي اللي ورا؟ العروق دي هي الكنز، هذه هي المؤشر أنه توجد معادن وسط الصخور. فبتتبعوا العروق بيدرسوها، بيشوفوا النسب حقت المعادن فيها، بيشوفوا عرضها، فعلى أساسها يقدروا يقرروا فين يحفروا. الأنفاق الآن في التنجيم الحديث، شوفوا حجمها مرة كبير، عشرات الكيلومترات في وسط الجبل. كيف بتتسوى؟ عن طريق الجهاز ده، الجامبو دريل. تعالوا نشوف كيف بيشتغل ده. هذه حفارة طبعاً تحفر عمود وتحفر أفقي، ما تشتغل إلا بكهرباء ومولة وضغط عالي. الجهاز ده إيه؟ مأمن عليه الحمد لله، يعني لو سويت شيء عادي. هذا؟ هذا سؤالي أنا، تقريباً كم يأخذ وقت عشان تعمل 10 متر؟ يعني تقريباً نحتاج 4 تفجيرات عشان تمشي كم؟ عشان نوصل 10 متر. ليه الذهب مهم؟ يعني في أهمية اقتصادية طبعاً معروفة، وفي كمان أهمية لطبيعته. الذهب من المعادن التي لا تصدأ ولا تتلف. يقال يعني لو أنت الآن عندك مثلاً خاتم ذهب، في احتمال في جزيئات راجع من أيام الإمبراطورية الرومانية، ولا من الأيام اليونان، ولا من أيام الفراعنة. الذهب يفضل يعاد استخدامه عبر العصور لآلاف السنين. أنا بغاك تصهر سبيكة، فعشان تصهرها لابد أنك تلبس لبس معين. الآن هتقوم بالصبر. جاء الوقت الموعود، إحنا جايين كل ده على شأن الذهب. أنا خايف أرفع بسرعة. كمل 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 كمل، لا توقف، كمل بشويش بشويش. شوف اللون، كمل كمل كمل، خلاص كمل. الآن يستنوا 10 دقائق يتحول فيها الذهب من سائل إلى جامد. بس خلينا نرجع نحن عند الخط الأصفر. يا ساتر. قول إنك حتسوي كذا. طب جهزني نفسياً. قول لي أنا حسبت حتشيلها وتحطها. بعدها توزن، تأخذ منها عينات. توضع فين؟ في الخزنة. في الخزنة. فالحين بيشيل الشوائب منها وبيبردها. أيوه. جرب تشيلها. أمه.
15 كيلو. طب هذا ايش كيف هذه فيزيائيا ما درسونا الكلام؟ الكثافة عالية فيكون حجمها صغير لكن وزنها ثقيل. طيب هذه فين نروح فيها بعدين؟ خلاص الان بعد ما خلص من... الله الحمد لله شكرا على هذه الزيارة الجميلة نراكم على خير. يلا كل عام وانتم بخير. طب نقدر نقيم كم قيمتها هذه في السوق؟ نتكلم على ما بين 1,000,000 إلى 1,300,000 على حسب سعر السوق. انا الحين ماسك 1,300,000 بالضبط ريال سعودي. كل سبيكه الذهب وانتم بخير. ثروات في البلد ذهب فوسفات الومنيوم. الالومنيوم ثروه. الالومنيوم يشكل 8% من القشره الارضيه هو ثالث اكثر العناصر انتشارا في الكره الارضيه. من منطقة البعيثة في القصيم على بعد 650 كيلو ينقل 5,000,000 طن تخيلوا من حجر البوكسايت اللي ورايا ده إلى مدينة راس الخير بعدين عن طريق المسارات دي يذهب إلى مرحلة الطحن. فهذه المرحلة الأولى حجر البوكسايت ده يتحول إلى ألومنا أوكسايد اللي هو ألومنا مع الأكسجين وينتقل عن طريق الكونفيرز دي إلى المخزنين دول. المخزنين دول فيهم 100,000 طن من ده اللي بعدين حيروح على مرحلة الصهر. بودرة البيضة اللي شفتوها تروح للمصهرة يتم فصل الأكسجين عن الألومنا تتحول إلى سائل مصهور يجي هنا عند المسبكة اللي تحول السائل هذا إلى سبائك. الطاقة الاستيعابية هنا 1,000,000 طن من الألومنيوم سنوياً. طبعاً everything is automated في المكان وبيطلعوا أحجام سبائك كثير. هذه من أكبر وأثقل سبائك الألومنيوم في العالم. عرضها 2 متر طولها 12 متر وسمكها أكثر من 600 ملليمتر. السبيكة تتحول إلى لفة الألومنيوم هذه شوفوا رقتها 0.15 ملليمتر يعني زي كده الشعرة. هذه لو اتفردت 27 كيلومتر وفي خصائص مرة كثير خفيف مرن قدرته على التوصيل سريعة وبالتالي بيستخدم في تقريبا كل شيء في حياتنا بيستخدم ألومنيوم من علب الصودا لهياكل السيارات للطائرات. لذلك قالوا أنه خلاصة اقتصاد أي دولة يعتمد على الإنسان وعلى المعادن والثروات الطبيعية اللي موجودة في هذا البلد. فتنمية الإنسان واستثماره وتنمية الموارد الطبيعية والمعادن واستثمارها الاثنين يمشوا هاند ان هاند يدا بيد. من أجل الآتي من أجل الآتي اليوم للكل يد في التغيير نحن بأنتن وأنتم نحن بأنتن وأنتم كلنا بكبير وصغير مجهودات تتوالى مشوار سهل لا 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 لن يخلو من عثرات بشر تلك طبيعتنا أخطاء ستعلمنا لنحسن ما هو آت فاسأل نفسك واطرح سين ما دورك في التحسين ما دورك في التحسين فاسأل نفسك واطرح سين ما دورك في التحسين ما دورك في التحسين ما نفعله ليس بحلم أو تنظير انظر حولك ما دورك في التحسين ما دورك في التحسين